اهلا وسهلا بكم متابعينا اينما كنتم، معكم مهدي من قناتكم قناة كول. اليوم سوف نقوم بعمل تحفة فنية زراعية بكل ما تحمل الكلمة من معاني، وكل ما نحتاجه هو بعض الاشياء البسيطة المتواجدة لديك في البيت، ويمكنك استغلال اي مواد لعمل هذه التحفة. ولنبدأ مع بعض. هنا استخدمت ماسورة صرف صحي، تقريبا هذه الماسورة 6 انش، طبعا في مقاسات، في منها ايضا 4 انش. يمكنك استخدام بدل هذه الماسورة ايضا قارورة بلاستيكية ثقبناها مثقبة من الاعلى. قمت باخذ مقاسها من الاسفل من هنا على هذه الجرة الجميلة التي قمت بحفها وتنعيمها ودهانها. قمت باخذ مقاسها من الاسفل هنا، هذا هو مقاسها، ثقبت من هنا واعلى. سوف اقوم بالزراعة في هذه الماسورة المتواجدة لدي. لدي هنا سوف اقوم بزراعة بذور حب الرشاد، متحمس جدا انا لهذه الحلقة. بذور حب الرشاد تقريبا وضعت هنا تقريبا 100 غرام، اضيف عليها ماء تقريبا اضيف 200 ملي من الماء، اقوم بتحريكها قليلا. وسوف اتركها لمدة 10 دقائق لربع ساعة. في هذه الفترة لدي هنا قطن جروح، ها هو القطن. سأقوم الآن بلف القطن على هذه الماسورة. ها هي، الآن أقوم بربطها بخيط. أقوم بتثبيتها، أخذ المقاس المضبوط، قمت بتثبيتها بالخيوط مع ربطها. الآن أقوم بريها بالرش عليها الماء. والضغط عليها قليلا. والآن أصبحت بذور حب الرشاد جاهزة، ولاحظوا أنها هلامية، لاحظوا تخرج لهذه البذور مادة هلامية نوعا ما لاصقة. والآن أقوم بفرد البذور على القطن كما تشاهدون.
والآن انتهينا من فرد وتوزيع بذور حب الرشاد على هذه الماسورة كما تشاهدون. وللعلم تجدون بذور حب الرشاد في محلات العطارة وهو رخيص وليس باهظ الثمن. الآن أقوم بوضع هذه الماسورة داخل الجرة قم بإدخالها كلها. ها هي. والآن أقوم بملء الماسورة بالتربة، والتربة هي خليط من البتموس والرمل والطين. ها هي نصفها تقريبا تربة بتموس، تجدون تربة البتموس في محلات الأدوات الزراعية. لدي هنا الصيص، زرعت به نبتة النعنع. هذه النبتة إذا كنتم تذكرون، هذه النبتة التي قمنا بتجذيرها بالماء وزراعة الأغصان بها. ها هي هذه النبتة التي قمنا بعرض فيديو لها عن تجذيرها بالماء وزراعتها. سوف أترك لكم رابط هذا الفيديو وزراعة النعناع وتجذيره بالماء هنا في الأعلى في البطاقات في الدائرة البيضاء هنا أو هنا، وسوف أتركه لكم في الفيديوهات المقترحة نهاية هذا الفيديو وأيضا في الوصف. أقوم بقياسه، طبعا قمت بإضافة التربة. لاحظوا كم وضعت من التربة هنا، تركت لهذا الإصيص مجال أو مقاسه. ها هو تمام. الآن سوف أقوم بنزعه من هذا الإصيص. ها هي أقوم بقياسه، يحتاج القليل أيضا. قليل فقط. والآن أقوم بزراعتها، سوف أقوم بتكملتها بالتربة من الجوانب. والآن أصبحت لدينا جاهزة، الآن سأقوم بريها. الآن نضع هذه النبتة في مكان دافئ ومكان جيد الإضاءة. يمكنكم أيضا وضعها بالداخل مع توفير لها الإضاءة نوعا ما الجيدة، وتروى هذه النبتة النعنع من الأعلى، تروى بمتوسط كل يومين مرة بالقليل من الماء. وأيضا نقوم برشها يوميا كبداية فقط، نقوم برشها، نرش البذور هذه هكذا يوميا. وتابعونا وابقوا معنا لمتابعة نتائج هذه الزراعة، هذا الفن يوميا.
والآن وبعد مرور تقريبا أسبوع على عمل هذه التحفة الفنية الجميلة، ها هي النتائج نعرضها لكم كما عرضناها لكم بشكل يومي. نمو جميل وأخضر للنعناع ولحب الرشاد. طبعا للعلم تتغذى هذه النبتة من الفتحات التي كانت موجودة في الماسورة والتربة، تتغذى منها. نحن نضعها بمكان شبه مظلل، إذا كانت في الحديقة نضعها بمكان شبه مظلل، ويمكنكم أيضا زراعتها داخل البيت. وأنا متعمدا من هذا المطبخ بداخل البيت أنا أضعها به، وها هو نموها كما تشاهدون. ها هو أنا الآن بمنطقة شبه يعني منطقة داخلية زارع النبتة بها، ولكن المنطقة جيدة الإضاءة وجيدة التهوية. ملاحظة مهمة جدا في بداية زرع هذه النبتة وخصوصا الأيام الأولى، نقوم برشها يوميا، وإذا احتاجت إلى مرتين في اليوم أو ثلاث مرات في المناطق الحارة فارويها، يعني بالكمية الرش كما ذكرنا لكم. فها هي الرشاشة، نقوم يوميا مرتين، أما في المناطق الحارة أو الخليج ثلاث مرات برشها بهذه الطريقة. وللعلم أيضا تؤكل أوراق حب الرشاد، هذه الأوراق تؤكل طازجة وأيضا تضاف على السلطات. وأود منكم أن تذكروا لي ما هي الطريقة أو كيف تأكلون أوراق بذور حب الرشاد هذه في التعليقات، اذكروا لنا ما هي الأكلات التي ممكن أن تضاف عليها. وهكذا أتينا إلى نهاية الفيديو، بتمنى منكم تجربة هذه التحفة الفنية وإخبارنا بالنتائج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.